السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الكوخ ديال اليوم حتى هو بإذن الله غادي يكون تحت طلب ديال واحد التلميذة. وبهذه المناسبة كنبغي نحيي الناس ديال الجزائر وبالخصوص تلاميذ ديال الجزائر. كنتمنى تكون اللهجة مفهومة وواضحة باش تفهموها هكذا أكثر. دونك ندوزو للكوخ. الكوخ ديال اليوم كيف ما قلت لكم هي لا فراز نيجاتيف او لا لو كوغ اون جينيرال كيتسمى لا نيغاسيون داكوغ دونك النفي. اول حاجه خاصكم تعرفوها ان لا فراز نيجاتيف فهي العكس ديال لا فراز افيرماتيف. غادي نشوفو بجوج شنو كيعني لا فراز افيرماتيف. ما فيهاش النهي، ما فيهاش النهي، ما فيهاش لا ولا النفي داكوغ. دونك جو مونج اون بوم، جو في ا ليكول داكوغ. دونك ما فيهاش النفي. لا فراز نيجاتيف فيها النفي، مثلا انا كناكل. الا بغيت نردها انا كناكل تفاحه، الا بغيت نردها بفراز نيجاتيف جو نو مونج با اون بوم. دونك انا ما كناكلش. وهاد لا فراز نيجاتيف كنستعملوها بوغ دير نو داكوغ او بوغ دير لو كونترير، باش نقولوا العكس ديال الحاجه اللي هي كتكون في الاصل فراز افيرماتيف. وباش نعبروا على لا نيغاسيون دونك كاينين دي زيكسبرسيون اللي كنستعملوهم في لا فراز نيجاتيف. غادي نشوفوهم دابا، هما كاينين بزاف داكوغ. دونك ولكن اللي كيكون الاكثر استعمالا داكوغ دونك اللي كنستعملوه بزاف هي هو نو با داكوغ، نو بلو، ne jamais, ne guère, ne rien, ne aucune, ne personne, داكوغ. دونك هاد لي زيكسبرسيون، هاد التعابير هادو كنستعملوهم في لا فراز نيجاتيف. في الاغلب ديال التمارين كيكون انهم كيعطيوكم دي فراز افيرماتيف وكيقولوا لكم ترانسفيرم. دونك ترانسفيرم حول ليا لي فراز افيرماتيف لدي فراز نيجاتيف. دونك كنشدو حنايا ديك لا فراز افيرماتيف وكندخلوا عليها هاد لي زيكسبرسيون باش يعطيونا دي فراز نيجاتيف. اخرى خاصنا نعرفوها هي لا بلاس ديال هاد لي زيكسبرسيون. دونك هاد التعابير هادو داكوغ قلتي لنا استاذه غادي ندخلوهم في لي فراز افيرماتيف، فين غادي نحطوهم؟ دابا نقول لكم لا بلاس ديالهم، يعني فين غادي نحطوهم في لا فراز. دونك لاحظوا معايا القاعده كتقول ان دون زو فراز افيرماتيف داكوغ عندنا فراز حطوها لنا، كنشوفو لو فيرب. اول حاجه كنشوفو لو فيرب فاش مصرف. الا كان مصرف في دي طون كي سون سامبل بحالاش لي طون سامبل هو البريزون، لامبارفي، الفوتور داكوغ. طون سامبل هو ما كيكونش عندنا لوكسيليير داكوغ. دونك كاين المهم كونجيكازون غادي ندخلو ليهم ان شاء الله، غادي نبداوهم في شي وقيته وغادي نفهم لكم ديك الساعات على لي طون سامبل و لي طون كومبوزي. لي طون سامبل كنحتاجو غير لو فيرب، كنحيدو له دوك لا تيرمينيزون ديالو وندخلو تيرمينيزون ديال لو طون لي قالو لنا نصرفو فيه. لي طون كومبوزي هما لي فيهم لوكسيليير بلوس لو بارتيسيب باسي داكوغ. دونك قلنا اول حاجه نشوفوها هو لو فيرب، واش مصرف في لي طون سامبل اولا في دي طون كومبوزي. الا كان عندنا لو فيرب مصرف في لو طون سامبل فهاد لي زيكسبرسيون انكادر لو فيرب بحالاش. نعملو مثال باش تفهمو معايا. فو بروني لا فواتور، لاحظوا معايا هاد ليكزامبل. اول حاجه غنشوفوها هو لو فيرب داكوغ، هاد لو فيرب هذا، ونشوفوه واش مصرف في طون سامبل او لا طون كومبوزي. دونك هنا كيبان لنا مصرف في طون سامبل حيت ما كاينش اوكسيليير داكوغ، وهو ماشي بارتيسيب باسي. دونك هاد لي زيكسبرسيون مثلا غادي نستعملو حنايا نو با داكوغ. دونك هاد نو با غادي نونكادريو بها لو فيرب. كيفاش غنونكادريو بها لو فيرب؟ دونك نو غتكون قبل لو فيرب، و با غتكون من بعد
le verbe. شوفوا معايا دونك هذه فراز افيرماتيف نردها انا الفراز نيجاتيف دونك فو هنا لو فيرب قبل منه غندير نو ومن موراه غندير با داكور دونك فو نو بروني با لا فواتور دونك كتاخدو طوموبيل ما كتاخدوش طوموبيل vous prenez la voiture vous ne prenez pas la voiture d'accord تفهمنا في الطون الا كان عندي سامبل نشوفو دابا اكزامبل في لا فراز اللي كيكون فيها لو فيرب مصرف في طون كومبوز معايا j'ai voyagé à Tétouan D'accord. Donc, لاحظوا معايا l'exemple. أنا سافرت لتطوان. هذه phrase affirmative. قلنا transforme cette phrase affirmative à la phrase négative. D'accord. Donc, أول حاجة غادي نشوف أنا le verbe. فين هو le verbe؟ راه ماشي غير voyager. راه حتى راه le verbe هو est voyager. Auxiliaire et participe passé. Donc, في هذه الحالة هذه القاعدة كتقول لينا أن هاد les expressions encadre l'auxiliaire, d'accord? Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien. Hado, غادي نديرو مابين l'auxiliaire, ماشي le participe passé. لاحظوا معايا كيفاش غنخدمها. Donc, j'ai apostrophe sur les jeux, d'accord? Ou هو l'auxiliaire. Donc, had ne pas, غادي ندير ne هنا ou pas هنا, d'accord? Donc, je n'ai pas, d'accord, voyager à Tétouan. لاحظتوا معايا كنتمنى تكونوا فهمتوا القاعدة. Donc, عندي أنا le verbe qui est conjugué au temps composé, d'accord. Donc, غنشدو حنا l'auxiliaire و غادي نكادريوه بليز اكسبرسيون ديال la négation. ندوزو دابا لا ديغنييغ كا داكوغ بقى حالة وحدة فين نديرو فيها هاد لي زيكسبريس اون لوي ا كونسيي دو شونتي دونك لا اون لوي ا كونسيي دو شونتي دونك هاد لو فيرب كاين لو فيرب هذا ولكن لا مي كيكونوا جوج ديال لو فيرب فيرب الاول مصرف ولا فيرب الثاني على انفينيتيف دونك في كتجي لا نيغاسيون غادي ندير نو با داكور دونك لاحظوا معايا في غادي نحط نو با اون لويا كونسيي دو نو با شانتي لاحظتوا معايا فين درت نو با درتها avant le verbe à l'infinitif d'accord donc هادي هي لو كا التالتة ندوزو دابا الفقره الاخيره في الباراغراف الاخرانيه في لو كور نخدمو دي زيكزامبل لاحظوا معايا هاد ليكزامبل جي انكور فان دونك باقي فيا الجوع الا بغيت نردها فراز الا بغيت نردها فراز نيجاتيف دونك مي تشوفوا لاحظوا معايا لاحظوا مزيان ردوا البال انكور داكور انكور الضد ديالها اولا لو كونترير ديالها هو بلو داكور بلو دونك جي بلو فان لاحظوا معايا مزيان مين تشوفوا فراز فيها انكور دونك لو كونترير ديالها هو بلو j'ai encore faim j'ai plus faim deuxième exemple il mange toujours des bonbons لاحظوا معايا مين نشوف انا في لا فراز افيرماتيف toujours غادي ترجع لينا بجامي داكور jamais
Donc, le contraire d'yala, le contraire d'yala toujours ou jamais. Donc, il ou même sèche ne, d'accord? Il ne. L'expression de la négation encadre le verbe. Ah, où est le verbe? Ah, où est le verbe? Dans la ne, qu'il minha, ou jamais, من موراها ونكملوا لا فراز عادي كنتمنى تكونوا فهمتوا ندوزوا لاكزامبل اخر بسرعه جي تو كومبري فهمت كل شيء لو كونترير ديالها غيكون ما فهمت حتى حاجه دونك جو لا نيغاسيون قلنا لوكسيليار هو هذا غنكادريوه جو ني دونك عندي تو tout contraire d'elle il y a rien d'accord je n'ai rien compris donc vous prenez le stylo et un cahier ou là une feuille et vous notez d'accord deux autres exemple à connais tout le monde là donc il y a cet exemple qui a tout le monde المقابل ما كيعرف حتى واحد داكور دونك دونك كوني تو تو من شوف تو لو موند يعني كلشي يعني حتى واحد ملي كنهضروا على البيرسون دونك il le verbe هو كوني دونك غادي ندير نو قبل منه ونحط لو فيرب il ne connaît tout le monde personne D'accord. Mais je fais de la tout le monde. Le contraire de la loi, personne. Hein? Qui qu'on a fait mitel, qu'on connaît Céline. Le cours de la loi, quand même, moi, ان شاء الله يا ربي مسيره موفقه في الدراسه ديالكم مرحبا بالتعاليق ديالكم بالطلبه ديالكم راه فوق راسي راه كان الاولويه الى شفتوني غدا يعني كثرت من دروس الفرنسي اولا كثرت من دروس الرياضيات فهذا يعني تحت الطلب ديال التلاميذ نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله دمتم على خير الى اللقاء